مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ثم أوفياء قناة الشروق تي في وبرنامج لايف المشاهير. بداية أسبوع موفقة وطيبة على الجميع إن شاء الله. دايما موعدكم على 6 العشية مع هذا البرنامج اللي دائما يرصد لكم كل أخبار المشاهير والفنانين والممثلين والشخصيات المعروفة اللي تحبوهم وتتبعوهم. طبعا مانيش وحدي في تقديم هذا البرنامج، يرافقني دائما زميلي وأخي أمين. نقول مساء الخير. مساء الخير إكرام، وأنا دائما أسعد بلقائك ولقاء مشاهدينا أوفياء برنامج لايف المشاهير و قناة الشروق، اللي معاهم راح نكتشفوا أهم عناوين حلقتنا نهار اليوم. بالصور انضمام فريدة كريم خالتي بوعلام لسلسلة دار الهواس في رمضان 2024. بعد التعادل أمام أنغولا وبوركينا فاسو، المنتخب الوطني في مباراة حاسمة أمام موريتانيا هذا الثلاثاء. وفي حلقة اليوم أيضا الممثل عز الدين بورغدا ضيف هواء برنامج لايف المشاهير. وطبعا بين حفل موح ميلانو اللي راح يكون ان شاء الله في فرنسا، وكذا نداء لدار المؤثر ريفكا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اخبار خفيفه وظريفه في المشاهير. دعا صانع المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ريفكا كل المؤثرين المتواجدين بالكوت ديفوار لمساندة المنتخب الوطني، وذلك من خلال تجمعهم في مكان واحد في مدرجات الملعب اللي أقيمت فيه مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام بوركينا فاسو، واللي انتهت بالتعادل الإيجابي هدفين لهدفين. وهذا من خلال ستوري ليه عبر صفحته الرسمية على الإنستغرام، وين كتب فيها أسماء كل المؤثرين المتواجدين هناك مع هاشتاغ لازم نعودوا الهدى. يمر الممثل عبد الرحمن زواوي هذه الأيام بوعكة صحية، بحيث يتواجد حاليا بمستشفى ابن مسوس بالجزائر العاصمة. زواوي وللتذكير ستكون له مشاركة في مسلسل البراني للمخرج يحيى مزاحم، والذي سيبث خلال شهر رمضان القادم على قناة الشروق تي في. نتواصلوا دائما من خلال برنامج لايف المشاهير في طرح كل الأعمال اللي راح تكون في شهر رمضان أو في الشبكة البرامجية الرمضانية لسنة 2024 في مختلف القنوات، بين السلسلات الفكاهية اللي راح تكون إن شاء الله في رمضان اللي حتشاهدوها مشاهدينا من خلال الشاشة الصغيرة. دار الهواس طبعا اللي راح يكون فيه كوكبة من الممثلين مثل كريمة بزيال المعروفة بمسعودة، باريكو نور الدين، رضوان بلا حدود، واضح عمر الفاروق المعروف بآلو خديجة، ومشاركة كذلك العديد من الوجوه الجديدة. ولأنه برنامج لايف المشاهير وعيون برنامج حاضرة في كل مكان، هذه الصور اللي راكم تشاهدوا فيها مشاهدينا هي حصريا لبرنامج لايف المشاهير، وين تظهر فيها الممثلة القديرة فريدة كريم المعروفة بشخصية خالتي بوعلام، اللي راح تكون ضيفة شرف في عدد من حلقات هذه السلسلة الكوميدية. إخراجات سلسلة الكوميديا راح يكون لجلالي بوحجر، والمساعد أو مساعد المخرج راح يكون أمين منادى المعروف بتعامله مع هواري بوطو الله يرحمه، وكذلك مدير تصوير راح يكون عبد العزيز زياني. إن شاء الله النجاح وتوفيق لهذا السلسلة، خاصة زميلتي إكرام، ونشوفوا أسماء يعني قديرة وأسماء يحبوها المشاهدين. طبعا من خلال البرنامج راح كذلك نقول لكم ونطرح لكم كل هذا الأعمال اللي راح تكون إن شاء الله، وكل أعمال كذلك أمين اللي ألغيت بالك من أجل التصوير ولا مشاكل في التصوير ولا الإنتاج ولا غير ذلك، فراح نكون طبعا حدث بحدث هنا في برنامج لايف المشاهير ومواكبين دائما الحدث اللي راه حاليا. وطبعا كل القارة الإفريقية راي تبع فيه هو كأس إفريقيا لسنة 2023 اللي راه يقام حاليا بالكوت ديفوار، وبمشاركة طبعا الجزائر في المجموعة الرابعة. المجموعة الرابعة اللي تضم زميلتي إكرام فريقنا، فريق الجزائر، كذلك أنغولا، موريتانيا، وبوركينا فاسو، وين شاهدنا مباراة الأولى مع أنغولا وين تعادل الفريق الوطني بهدف لهدف مع الفريق الأنغولي، ومباراة يوم أمس اللي كانت مع بوركينا فاسو بهدفين لهدفين، دائما تعادل إيجابي.
تعادل آخر شفناه أمس في الجولة الثانية أمام منتخب قوي اللي هو بوركينا فاسو، ودائما كان تعادل إيجابي بهدفين لهدفين ليرفع بذلك الخضر نصيبهم من النقاط إلى النقطتين فقط في المركز الثالث. بهذا يكون الفريق الجزائري في المرتبة الثالثة بعد أنغولا وبوركينا فاسو اللي عندهم 4 نقاط، وبهذا أيضا يحتاج المنتخب الجزائري للفوز في كل الحالات لتأهل إلى الدور الثمن النهائي، والمباراة الفاصلة راح تكون يوم الثلاثاء إن شاء الله أمام المنتخب الموريتاني الشقيق. المباراة راح تكون على الساعة 9 مساء بملعب السلام، وطبعا الاحتمالات اللي راح تكون إن شاء الله في ترتيب المجموعة الرابعة لتضم الجزائر والجولة الأخيرة. زميلي الكرام، نستمع إلى صوت الحق، أذان المغرب ولنا عودة. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والتواب إن شاء الله يا رب. نعود نولو لموضوعنا اللي هو مباراة المنتخب الجزائري الوطني، راح تكون غدا إن شاء الله أو بعد غد إن شاء الله على 9 مساء. فأمين كنا نهضروا على ترتيب المجموعة الرابعة للجولة الأخيرة طبعا اللي راح تكون يوم الثلاثاء. فوز الجزائر بهدفين لصفر ضد موريتانيا فما فوق، وتعادل أنغولا وبوركينا فاسو يعني الصدارة للجزائر. فوز الجزائر بأي نتيجة وفوز أنغولا أو بوركينا فاسو يعني المرتبة الثانية للجزائر، أو الاحتمال الثالث اللي هو التعادل أو الخسارة، فهذا إن شاء الله ما يكونش، لكن راح يؤدي إلى الإقصاء مباشرة من يعني في كل حالة زميلتي إكرام الفوز هو الأهم. اكزاكتومون، هذه لازم الفوز في كل الحالات للمنتخب الجزائري الوطني وبأي عفو النتيجة راح تكون إن شاء الله. فاحنا نقولوا برك كذلك من خلال النداء اللي كنا شفناه في كويك المشاهير اللي كانت أعادتهم زميلتنا ندى مهبالي حول نداء اللي داروا المؤثر ريفكا اللي قال على المؤثرين الجزائريين المتواجدين تما وحتى المناصرين يعني اللي ماشي معروفين انهم يتواجدوا في مدرجات تجمعهم كامل كيف كيف باش يساندوا ويناصروا المنتخب الجزائري الوطني، لانه حنا نعرفوا انه مسانده المنتخب الجزائري الوطني من خلال الجماهير الجزائريه سبيسيالمون راح يكون اضافه ولو 2 ولا 3% معليش للاعبين اللي راح يكونوا متواجدين في ارضيه الميدان ان شاء الله. صح زميلتي الكرام، خاصه انه العدد الموجود في كوت ديفوار عدد لا باس به، اكثر من 2000 مناصر يعني حاجه كبيره. حتى البلدان الافريقيه اللي يعني لعبوا ضد الجزائر كيما بوركينا فاسو كاين بزاف منهم مناصرين عايشين في الكوت ديفوار ويخدموا في الكوت ديفوار وعندهم عمل تما، يعني كانت المناصره من طرف المناصرين تاع بوركينا فاسو كبيره، وال يعني نحبوا ولا نكرهوا لانه مناصره الجماهير للاعبين يزيد فيها البلوس في نتيجة المباراة. طبعا المنتخب الجزائري الوطني نعود نذكركم أنه راح يخوض مباراة مع المنتخب الموريتاني إن شاء الله الساعة 9 هكا أمين يوم ثلاثاء. يوم ثلاثاء إن شاء الله، وإحنا دعم للمنتخب الوطني ولكل مناصري الفريق الوطني أغنية بلال ميلانو في كبير يا عمرين، سمعوها وراجعين. إذن مشاهدينا الكرام، كنت مع بلال ميلانو، شيء كبير يا عمري، شيء كبير يا عمري، فيفا الجزائر، الجزائر العظيمة بولادها بفريقها، إن شاء الله يفرحنا وفرحنا في عديد المناسبات. إكرام توقعات إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب الجزائري الوطني. طبعا أود أن أذكر أنه حيخوض مباراته الأخيرة في الجولة الأخيرة نقدر نقولوا أو في الدور الأول مع موريتانيا على 9 مساء إن شاء الله. توقعات، شوفوا دوكا ولاو يخافوا توقعات تاعي لأنه لا دغيا فوا صح، كان توقعك صحيح، كان توقعي صحيح بالنسبة لمباراة أنغولا الجزائر، فقلت 1-1 وكانت نفس النتيجة. حتى بالك على مواقع التواصل الاجتماعي من درت لاستوري هذيك بداو يبعثوا لي يقولوا لي ندوا لاكوب ولا لا لا يا درا هذه المرة شحال إن شاء الله هدف لصفر للمنتخب الجزائري الوطني والتأهل إلى الدور الثاني. وأنا نفس التوقع، هدف لصفر ونكون إن شاء الله في الدورة الثانية نمنها إن شاء الله. يلا نمروا لموضوع آخر وعودة الطبعة الرابعة مشاهدينا الكرام لحفل تسليم الجوائز جوي أورد أو أورد لصناعة الترفيه بالعاصمة السعودية الرياض. وإذا لاحظت زميلتي إكرام أنه الرياض ولات يعني عاصمة للفن بعد ما كانت يعني القاهرة في وقت فات، بيروت بعدها، وحتى دبي في فترة من الفترات، هذه المرة دالت الرياض. الرياض طبعا، يلا مواقف عديدة كانت ميزة هذا الحفل بيناتهم.
من بيناتهم أصالة اللي اعتلت المسرح أمام زوجها السابق، وكذلك عودة الفنانة شيرين بعد طلقها وين غنات وكانت تظهر عليها حالات التحسن، وكثير من المواقف الأخرى راح نتعرفوا عليهم مشاهدينا الكرام في هذا التقرير اللي أعده لنا زميلنا محمد موفق. مشاهدينا الكرام، كنت شفتوا في العناوين انه عندنا اتصال مع الفنان القدير عز الدين بورغدا، الفنان اللي تحبوه وشاهدتوا عديد الامل، ولكن لظروف استثنائيه والتزاماته في تصوير مشاهده في مسلسل 11-11 تعذر عليه انه يكون معنا، ولكن مشاهدينا راح يكون معنا غدا ان شاء الله في اتصال مباشر باش نحكوا معاه على جديده ان شاء الله يا رب. انا متواضعه هي الأغنية، بكي نقول أنا متواضع نتفكر برك زميلنا رابح الله ودائما يضل على التواضع، فأنا متواضع هي الأغنية اللي كان أطلقها الفنان التونسي أكرم ماج وشاب مازي الجزائري الفنان اللي اعتزل نقوله. الأغنية كيفاش طرحت بعد الاعتزال؟ ناس كامل ولا كثير من الناس بلك اللي ما تبعوش لايف المشاهير طرحوا عدة تساؤل حول هذا الموضوع آمين، ولكن الجواب زميلتي إكرام راح يكون عند برنامج لايف المشاهير، لأنه أصلا تقال سابقا في عددنا في لايف المشاهير وين الشاب مازي شخصيا قال أنه يتبرى من أي عمل كان سجله قبل اعتزاله وسيطرح في المستقبل، وهذا لالتزامات والعقود اللي مضى. يعني شاب مازي في أحد الاتصالات على المباشر في أحد أعداد برنامج لايف المشاهير كان أعلن عن اعتزاله خلال البرنامج، وكذلك كنا سقسيناه حول الأغاني التي ستطرح بعد الاعتزال ديالو، هي أغاني سجلت قبل اعتزاله وكانت كما قولوا سو كونترا، يعني ما يقدرش يخالف هذه الالتزامات أو يخرج على هذه الالتزامات الكونترا اللي سينياها. كذلك طارق اللي كان معنا أكد هذه الحاجة، طارق قادم أكد هذا الشيء، وإن كان هو الآخر في اتصال على المباشر معنا في أحد أعداد برنامج لايف المشاهير وين قال شركة الإنتاج الخاصة به راح تنتج أغنية كذلك اللي هي أنا متواضع من عند الفنان التونسي أكرم ومازي. فإحنا كنا سقسيناه حول مازي قلنا له يعني مازي اعتزل إلى غير ذلك، فقال أنه هذه الأغنية كانت قبل اعتزاله وبسبب الالتزامات ما يقدروش يحبسوا إنتاج هذه الأغنية ولا يأجلوا ولا يلغيوها. وزميلتي إكرام مازي كان أبدى نيته في الابتعاد عن الساحة الفنية وين التزم وتوجه إلى أعمال حرة وأعمال تجارية وين افتتح صالون وكذلك ديبوتيك تاع الملابس، ملابس الخاصة بالرجال. طبعا الأغنية كانت سجلت أكثر من 1,000,000 مشاهدة خلال 9 أيام فقط على ما أظن ولا 10 أيام، أغنية جميلة جدا، لكن طبعا احتراما لي الفنان مازي ناس يعني ولا هو ما حطهاش بزاف في الستوري تاعو، ما حطهاش كاريمون في الستوري تاعو، الناس كذلك القراب ليه واللي حبوه كذلك ما حطوهاش وما طاقوهاش كما رانا نشوفوا، يعني كل ما تكون أغنية جديدة الناس كامل صح. يعني يطاقيو الفنان صاحب الأغنية ويسمعوها ويحطوها في السيارة إلى غير ذلك في فيديوهاتهم إلى آخره، فاحتراما للفنان طبعا ما كانتش انتشرت كثيرا في ستوريات الجزائرية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي الجزائرية. ويقعد هذا زميلتي إكرام قراره اللي نحترموه واحتراماتنا للفنان مازي. طبعا يلا نمر لموضوع آخر. موضوع آخر زميلتي هو فنان من الزمن الجميل، فنان اللي يحبوه الجزائريين لونيس آيت من قلات، فنان وقامة من قامات الفن الجزائري. في آخر حفله كان أحياه كانت حاضرة زميلتنا صفية جاوت وين جابت لنا صور وجابت لنا حوار خفيف ظريف مع الفنان لونيس آيت من قلات، نشوفوه وراجع. Yeah.
غا سني بارك ربي سني داغي شبح من ثمارة ياكيا بلا ني سني و تزميرات اللي ثمارة وفرحة يسن والسلامة باللي فرحن ولادني سني هذا سنيني غا ثمارة تساعدي السقاس مربوح زوينات ندي تفن بخير يالا سكواس الالبوم هاكي نسوزي تيد يوكلنا الدفاع اينا راكي نبض البغينا يفقد كواس يناير كواس نتمغرا ياكي يناير ثورا عيني كلانديس وكذا سيسلم نثني غاي زران ياليونا تفهم كي تفهم سيسلكنا سيسل شكروا زميلتنا صافية جوت على هذا الصور الجميلة اللي جابتها البرنامج لايف المشاهير وليكم خصيصا مشاهدينا ونروحوا مع بعض نشاهدوا أخبار متفرقة من العالم في فقرتكم اللي تعودتوا عليها مشاهير ود معي أنا أمين زهري. الممثلة جيزام سيفيم تنشر صور من كواليس مشاركتها في مسلسل الياقوت. تداول محبو الأعمال الكورية صور لأبطال الدراما التاريخية الجديدة Captivating the King، وهذا من المؤتمر الصحفي اللي عقده أبطال المسلسل واللي من المنتظر أن يكون متوفر على شبكة TVN خلال الأيام القليلة القادمة. نشر الفنان تامر حسني صور على حساب الانستغرام مع بنته تاليا وين اعتمدوا على ارتداء نفس نوع الملابس في سفرهم إلى دبي، وعلق تامر: أنا وتاليا مطقمين ولابسين زي بعض، بالمناسبة الاستقبال ده حصل عشان تاليا، كل الحب والاحترام للمنظمين الكرام. يلا لحقنا لختام برنامجنا علينا هاليوم أمين، طبعا كنت رائع كالعادة. الله يسعدك. مش تقولوا من الناس تقولوا باللي تهلاو في ربحهم وتهلاو في الناس اللي تحبوهم. طبعا مشاهدة طيبة لباقي برامج قناة الشروق والشروق نيوز. دائما نختموا بأغنية راح نهديوها لكم ليكم مشاهدينا الكرام، نسلفيك لشاب مومو وجليل باليرمو، الناس كامل اللي يتبع فينا. اللقاء على خير.